كاك 3000 درهم اللي بغيت نصيفط لك الصباح غير باش نجي ندير الويكاند بروشان ندوز وقت زوين قبل ما نرجع للبحرين. الا كنتي زوينه بحال لا فوتو بيان سيغ وكنتي سيريو توعديني ما تقلبيش وجهك يوصلك الفلوس. الا ارتحيت افيك توا غنتلاقى ونعطيك 5000 درهم بليس ايفون 13 جبتو جديد معايا من البحرين، ولا بقينا اون كونتاكت وقتاش ما احتاجيتي شي حاجه نصيفط لك فويستوريو نيون. السلام عليكم اخالتو، قالت لك ماما واش تمل شحال تمل ثلاثه تشكيلات ديال الحلوى بوركي عزيزه مش تموت هذا اليومين وخصهم شي يجيو عند الناس. وديك السيدو ديالي كيف انتي؟ ناك لاباس؟ مزيانه الصحه لاباس؟ قول لعزيزك باش تموت وكوتا ما يقول لنا عزيز ماماك كنقدر نعدل الحلوى دلا وزيت كاوكاو ود الطحين وكل حاجه عندها بريسيو ديالها مالي. وقول لها ترانكيليتا نوجدو لها رابيدو ديك الشي العايله. قول لها ما تخممش واخا نهار تموت عزيزك نقدر نجيبهم لها بيرو لو ماخر. قول لها تكوزن عندي مالي باش نعطي لها بريسيو كل حاجه. يلا بنتي الله يرضى عليك. ولا عين وزيغه ولا اللي كيتبع البنات ولا خفيف فهمتي؟ لا انا بارك عليا غير مراتي، غير باش تعرفي انا مراتي بارك عليا. مي هي نبغيها دير اللي بغات، يعني ما عنديش مشكل مثلا انا وياك مزوجين ويكون عندك صاحبك صامي بلاي طرو هاجر. ما تخيليش هادي عجبني الحال، تولي تخرجي مع ديري مع اللي بغيتي نديرو دي بلون اونصومبل نكون انا معاكم مره ما نكونش نمشي جو غير نعيش ان في مع مراتي بحال هكا ما نكذبش عليك. وما باغيش وفهمتي وما غاديش نتزوج الا بوحده بحال هكا. صراحة عندي بزاف ديال لي زومبي، عندي بزاف ديال لي فونتازم اللي باغي نجربهم مع مراتي ومنهم ما عرفتش كي ندير نتعامل معاها. هي حشمانه اكثر مني، قالت لي هادشي دير من الاحسن تطفي الضو. طفي الضو وهكا غنكونوا مرتاحين انا وياك. طفينا الضو طفينا الضو، بقيت شويه هي منها شويه مني انا شويه منها هي شويه مني انايا. ولكن ملي بديت تنحرك يدي السيده بدات تضحك. قلت لها ماك تضحكي؟ قالت لي راه فيا هر. قلت لها كيفاش هر؟ قلت لها وانت فيك هر وانا كنحشم درنا الاولاد بكري. صافي تما وقع الفلاش، صافي انا تفلاشيت ديك الساعه. صافي ملي دخلت في هذيك راه بزاف كتوقع لي كيكون حشمان في الاول، ولكن اون فوا كتاح ليه الفرصه صافي راه كيزعم. انا زعمت ديك الساعه صافي، تفكرت الهضره ديال الوالد وانا نزعم. صافي زعمت بديت فين ما قصتها كتبدا ما بقاش فيا المشكل انا ولا فيها المشكل هي. ها 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 ويلي ويلي ما تخسنيش انا ويلي 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 ها. قلت له دابا حنا واش غنولدوا الاولاد بها وكن قويلة انت يوم بزطاني وتصوني بأبل ماسكي وكذا وهادي وعلى امن راه باش تقولي لي راه جاو يخطبوا. واش راك تستناني نقول؟ نقولك زعما ما تخطبيش وكذا وتتلوش يدك تلو يدك ولا رجلك ولا راك يتم. الله يسهلك واش راك تستناني نقول؟ زغرت لك ما تخطبتي الله يعاون ثاني انا. يو 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 مالكي والله شنو انا نجيبو لك العفسة. الحمد لله كي تفكيت انا يا الله يا خصني نعلق له هذا النهار العرس من ديري العرس قولي هذا نجي نعلق له. الحمد لله شكر لله والتحية لله والزكية لله الصلاة على النبي وبلوكي هذا النمرة هذه ومتعاد يصوني ربي صافي ثاني يلا ميك. السلام عليكم. شوف نقول لك جوج كلمات، نلقى الكونفرساسيون المرة الجاية مع بنتي نذبح امك بالله العلي العظيم تنقطع لامك العصب ديال رجليك. وعليكم السلام. بنتك اه امي علاش جبدها تقطع لي رجلي انت سفحت رودانت. انا علمتك، انا علمتك لقى شي مكالمه اخرى عندي تليفونك عارفك فين كتقرا قلت لك نقطع لامك رجليك نوري البروش تاعك كبرتي نتايا وليتي كتهضروا لي في التليفون اجي نشطوا اصل البوك. اش من مكالمه نمر ما كهضر لا مع بنتك لا والو؟ اش من مكالمه عمرني هضرت انا مع شي بنت مكالمه ولا شي لعب؟ شكون هي؟ انا من خلق سبحان من خلقك. شكون هي بعد هاد بنتك هادي نشوفو هادي واش كنعرفها ولا قاصد تفلي علينا هنا يا صاحبي؟ اش من بنتك هي يا صاحبي؟ اجي كتقول لنا هاد الهضره سير شد بنتك ربيها سير حيد هاد التليفون ما تهضريش مع الدراري هرس الماء نيفها. كتخطب علينا هاد المقاوله ديالك هنا يا صاحبي؟ قلنا بعدا شنو سميتها بنتك هادي بعدا قلنا شنو سميتها؟ قلنا شنو سميتها بعدا نعرفوها شكون هي بعدا نبلوكي امها. الا كنا كنهضروا مع راه ما كنهضروا لا مع بنت لا والو. هذيك الله علاش كتكذب؟
علاش قحبه يما كتكذب؟ علاش تكذب؟ تاش من ليلى ولا قيس ولا ما عرفت هاد الخر هذا ما عندي لا ليلى لا والو. شاد ليلى هادي كدر انا مع هاد البنت في هاد الواتساب انا حيد مو هاد النمره كاع قلت مرضو لنا كرنا فهاد الصباح هذا صح ليلى انت ما كعرف ليلى اللي تلعبها صح عرفتي شكون اللي كيهضر معاك الكلب كونونيل اون درو سكوتس لاغمي او ماروك ولا هضرتي معايا تاش من كولونيل شكون هاد ولد الكلب مطلعها عليا هاد الفيديو هذا راه شايفو هاد الكولونيل اندرو سكوتس ارمي او ماروك ولا سمعت ترى شايف هاد الفيديو هذا شي ولد الكلب هذا مطلعها عليا هنايا صح تا سير اصاحبي مشيت تلعب شي طلع على شي واحد اخر اصاحبي قلت مقابلني هنايا هاد القحبات شي علاش علينا التليفون معاك تما القحبات تاع تماك ماك تا نقول عدو ديالك هو هذا القحبه لعنه الله على امك لعنه الله عليك كنت تعلي الله يعطي لدين موك الجل ها محمد تا انا واش مسلفك فلوس خاصك تعطيني فلوس قاش انا تكذب شري طوموبيل ولا شري شريت طيار انا اعطيني فلوسي مسلفك جيتي تحكي عندي اعطيني رزقي مسلفك فلوسي انا واش هتفهم ولا ما فهم مسلفك فلوس تعطيها ليا باسطا مسلفك فلوسي انا مسلفك في المغرب هنا مسلفك فلوس مسلفك اكلتيني فرنسا هذاك الشيء ديال اللي ادريس ضحكت عليا كواك تقفي مشيت الله فاك كاين ما يدار خرجت مشيت ريح في واحد القهيوه خديت واحد نورمال مريح واحد خطنا تمشي وتجي قدامي تمشي وتجي ولابس واحد السروال مفضفض وداك اللباس ديال العميقين واحد طانكا داك الشعر ديال القلاوي كيري ولا ما عرفت سميتو صافي تقول لي شحال في الساعة قلت لها 12:40 قلت لي قال صبح دوك قلت لها اه قال صبح دي تقولي انجليز قلت له راه تسنى واحد الدري قال سيبي ما يجي صافي باينة شي عميق هادي تقعد تسطى عليا صافي جلسات وبقات تشوف في تنشرب قهوي تشوف في مرقت صافي نخلصو عليها شي حاجة قلت تاخد تشربي شي حاجة قلت لي لا لا ما بغيتش شكرا صافي جالس تشرب قلت لي بغيت كارو خديت واحد ماربور وانا فرحت شادي باينة فيها كاين مع غطا صلزق اللق فرحت واش هو تجاب الله صافي تستر معايا قلت لي شنو سميتك قلت سمي شي بلال قلت له شنو سميتك قلت لي سميتي حمزه عيط لي حموزه ولد القحاب يا حمزه واش خرجات في ليك انت حمزاوي ديالكم عمري بقيت نضحك على شي حاجه خرجت لك من حد بريمو وين تنجيبو شي حاجه عاش بان لك نجيبوهم اليوم ولا عايز غنشدوها بعدا وشوف غنجيبو 20 قحبه ونجيبو احوزار ونطلعو الاصراف راك عارف نديرو دوك ونجيبو الزرابي ونجيبو احوزار وخذو العالم الشياخ والقحاب الشراب راك عارف